تريبلي 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 لا بعد ممتاز ممتاز موليفا 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 برافو موليفا يشعل الفارق بوزوفيتش بوزوفيتش نقطة واحدة فقط لقاء مثير خطأ طبعا لقطة كريم نسبة تجربة مهمة جدا خير شرط الوطن كرة لصالح فريق المغرب الرياضي الفاسي سيتم إدخال لاعب اسمه مصطح بعد لحظات من جانب فريق شباب الريف الحسيني انتبه للفرصة محاولة ممتازة شديدة ولكن ويليامز تمشي كرة من جديد كترجع عند اللاعب ويليام جليمي عبد الله كورتو كيش الصراع كاين دفاع متقدم نشاهد هنا فرصة 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 ارتطمت كرة بالحلق مش عاد من جديد مش عاد من جديد وهذا المرة لمن ندية كبيرة ندية كبيرة ندية كبيرة ندية كبيرة في المباراة لقاء يعني صراحة نتمنى ما يمشيش في هذا المستوى نتمنى ما يمشيش في هذا المستوى ولكن ندية إثارة كبيرة سي محمد التشويق اللي وصلت لنا المباراة اليوم يعني اللاعبين على مستوى قاعة الملعب بداو كيحسوا أن ما خرجش خطأ ما خرجش يجي خطأ نهائيا سي محمد هادشي صافي بارتي دي سبيكتاكل وشوف الحكمة شوف من غيوقع الخطأ الحكمة طبعا شاهيناز بوستا الحكمة بخبرة دولية غتوقف ما بين جوج لاعبين عملاقين امامها هنا هناك هنا كانت اللقطه شوف 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 معايا اللقطه شوف هنا اللقطه اب كانت خد سجل وبعد ذلك ممتاز مصوري في الدفاع فوالا وشاهد معايا هنا في اخر مطاف طبعا غنتابعوا اللقطه وبعد ذلك شوف معايا اللقطه وبعد ذلك تدخل لا برافو شاهيناز شاهيناز شوف الدور ديال شاهيناز كيفاش انه وقفت اللقطه الماضيه حكمه دوليه برافو برافو شناء كبير شناء كبير 5 دقائق 11 ثانية باقة ما نتصوروش كيفاش غاتكون ما نتصوروش كيفاش غاتكون طبعا نشوف هذه من زاوية أخرى بشكر الزملاء يعني محاولات مستمرة متواصلة بين الطرفين ولقاء أكيد أنه مهم ومهم مشاهدة كرام قلت لك بايري اللي غير الفريق في المقابلة 55 مقابل 55 كرة ملعوبة تحضير من جانب عناصر فريق فريق المغرب الرياضي الفاسي جراح 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 ممتاز المعناني ماذا يقول الحكم ماذا يقول الحكم هنا شفنا عاوتاني اكسيون انديفيديال ديال حجيرة مشى بير دو بال بهذه الطريقة هذه المغرب الفاسي غادي ينهزم في هذه المقابلة كرة من جديد فرصة من جديد محاولة هذه إمكانية داخل القوس اسم الفراز اليوم اسم الفراز اليوم تفرج معايا اليوم على كرة السلة إمتاع خاص صراحة إمتاع خاص هذا هو النيفو هذا هو المستوى اللي بغينا نشاهدوا فيه الكرة السلة الوطنية ولكن مع الأسف ولينا كنشوفوا لي زاكسيون انديفيديوال قلتي هنايا اللاعب ويليامز مشى عاوتاني بوحدو باغي ترافيسي طول التيران وباغي يسجل هي ضاعت منه تابع هذه الكرة فوتونتي سبورتيف محاولة من جانب اوليفو يضيع يضيع ممتاز ممتاز نتابع هذه الكرة جميلة تسجل بشكل ممتاز جيريمي هنايا ليكول امريكان في باش خد هذه الكرة هذه قوي
ممتاز عادل المقصود الروبو اوفونسيف الاعلاني شويه هنايا كان بان بوزيسيون. زوج رميات مهمين عند عادل المقصود. متابعة شيقة دائما مشاهدينا الكرام، 56 مقابل 57 في لقاء مثير هنا بمدينة الحسيمة. حضور مهم ويوم خاص لكرة السلة الوطنية. تسجل تعادل هذه المقصود ممتاز. ثلاثة دقائق 51 ثانية، 58 مقابل 57، فارق نقطة واحدة فقط. سي محمد زحتوحي، مباراة واش مو مباراة؟ نعم، حنا كنقربوا للنهاية وشباب ريف الحسيمي كيدخل في مقابلة فيك لو جو كوليكتيف، العكس عند المغرب الفاسي. كرة رجعت مشيت فرصة، تروا تونتاتيف دو 3 بوان عند حجيرة ضيعهم كلهم. هذه محاولة من جديد، هذه ممتازة العناني، برافو العناني. تسجل بشكل مميز 59 مقابل 58، ممتاز العناني وعنده فرصة لإضافة نقطة أخرى. ضايعة بايري، غادي يحاول يمشي باني. خطأ، أخطاء كثيرة عند المغرب الفاسي لأنه ما كاينش واحد ديفونس دو بوزيسيون. ياسين بايري إذن سيستفيد من هذه الكرة. بايري تعادل 59 59. ذكر بين فريق المغرب الرياضي الفاسي وصل 5 الاخطاء، شباب الريف الحسيمي 4 اخطاء. 60 مقابل 59 60 مقابل 59. محاولة كرة من جديد ملعوبة هذه المرة من جانب عناصر فريق المغرب الرياضي الفاسي. محاولة ممتازة، تمرير خطأ. خطأ طبعا تقول الحكم شينيس بوستا. ناقصة 60 مقابل 57. ناقصة خطأ كاينة مصلح، كان الخطا. زيركو خرج مصلح ورد عادي المقصود، شونجمون في محله. تنفذ بشكل ممتاز. هو ندفع شويه تكافؤ في النتيجة 60 مقابل 60. واحد وستين نقطة واحدة لصالح المغرب الفاسي، لعبوا ثلاثة دقائق. محاولة من جانب عناصر فريق شباب الريف الحسيمي. شو يدير التير فرصة بايري. رجعت كرة، فرصة لصالح عناصر فريق المغرب الرياضي الفاسي.
غيدير الان كونتر ان لا. محاولة جميلة. لا ضايع. كتمشي من جديد، محاولة من جانب عناصر فريق شباب الريف الحسيمي. مقصود بيري بيري. ثلاثية ثلاثية. أوه كترجع في آخر مطاف. وهذا يقول الحكم كرة لصالح فريق شباب الريف الحسيمي. أي 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 لقاء كبير 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 مع متابعة دقيقة وشيقة لكل مجرياته. الروبو خدا العناني ولكن ديما هو كيتسنى الحكم يصفر لافوت. سي سامحني الان غندخلوا في الخيارات ديال المدربين، جوج ديال الدقائق اربعه ديال الثواني 60 61 اشنو ممكن كل مدرب ينصح به اللاعبين ديالو؟ نبداو بالماس. الماس بعدا المدرب ما عنده ما يدير لانه كل لاعبين جو انديفيدويال. مازال زيلكو مؤخرا في هذا اللي سيد ولينا كنشوفوا ان كوليكتيف داك الشيء باش الشباب في الحسيمي ارجع، مي هنا كاين لي زاكسيون انديفيدويال كيصدقوا داكور ما كيصدقوش كيولي لي بوان عند الشباب في الحسيمي. دونك انا المدرب ديال المغرب الفاسي خصو يحاول يرد لو جو كوليكتيف عند الفريق ديالو. وشباب الريف الحسيمي لا بغى يربح المقابله خصو يربحها في الدفاع، خصو يدير دفاع متقدم. واخا بعين تقني متابع على طول هذه المنافسه، التحكيم اليوم كيفاش شتي التحكيم على المستوى رقعه الملعب في هذه المقابله ما بين الماس وشباب الريف؟ لا ما نظنش كانوا هناك شي اخطاء ولا شي حاجه كانت متعمده ولا شي حاجه، لانه عندك شباب في الحسيمي عنده 7 10 14 17 19 23 خطا، والمغرب الفاسي عنده 3 6 9 10 11 14 18 22. دونك ما كاينش تحكيم شي باني مهم، هذا باني مهم هذا ديال شباب ريف حسين. اكيد كره من جديد لصالح عناصر فريق المغرب الرياضي الفاسي. حنا كنتابع هذه الفرصه كتمشي في اخر مطاف الى خارج رقعة الملعب. متابعة قوية ودقيقة. اكيد انه تشويق مستمر مشاهدينا الكرام. كرة من جديد ملعوبة الان عن طريق من رضا حراس. حراس رجع كرة الخلف. شاهدوا معايا الطريقة ديال التعامل مع هذه الكرة من جانب عناصر فريق المغرب الرياضي الفاسي. الماس عندهم فرقة اليوم، يعني صراحة كان يتيري. المغرب الرياضي الفاسي عندهم فريق صراحة. بامكانه يمشي للما هو احسن وما هو افضل دائما. مع اللاعب اللي عاد جابوه جيريمي هارت كاينه مجموعه، كاين ديز اكستيريور كاين ديز انتيريور، خص شويه العمل. بون ما نساوش المدرب راه عاد جا بعد اللعابات هما عاد وصلوا في هذه السنه هذه، راه كيظهر لي في الفتره ديال 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 الروتور المغرب فاسي غادي يقول الكلمه ديالو. هذه محاوله كرة طبعا لصالح عناصر فريق المغرب الرياضي الفاسي. لا يستفيدون بالمرة من هذه الكرات، كان بإمكانهم يكونوا متقدمين على المستوى النتيجة عليا. هذه محاولة الآن من جديد لصالح فريق المغرب الرياضي الفاسي. تسجل تسجل أشخاص متابعة لمجريات كرة السلة وأعين المتابعين المواكبين للحدث أكيد أنها متواصلة. مشاهدينا الكرام تابع هذه الكرة، فرصة ممتازة، فرصة فرصة تسجل 65 مقابل 62 دقيقة 23 ثانية. لقاء مثير. والماس هل يعودون؟ الثلاثية بإمكانها أن تحمل جديد، والثنائيات بإمكانها أن تحمل جديد. تحضير الآن، فرصة 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 طيو كيف بإمكانها تعطي حتى للنقاط. بايري كرة عند بايري، ضيع هذه الكرة سيكلف كثيرا فريق المغرب الرياضي الفاسي. كرة عند مقصود، مقصود يحافظ على كورته، يهدى من روعة الهجمة. 15 ثانية 13 ثانية ممتاز ثانية متبقية على نهاية الهجمة 10 ثواني. مقصود كيمرر فرصة فرصة من جديد عن طريق نسبة. محاولة تضيع كتمشي مباشرة عند فريق المغرب الرياضي الفاسي. ضيعوا الوقت 39 ثانية. محاولات مستمرة من جانب فريق المغرب الرياضي الفاسي. ثلاث نقاط هي الهامة الآن. رضا حراس، رضا حراس ويضيع كرة مباشرة عند بايري. يحافظوا على كورتهم، سيفيني يحافظوا على كورتهم. شادو المغرب الرياضي الفاسي محتاج الحيازة. وخطأ خطأ يقول حكا. خطأ 21 ثانية. خطأ 21 ثانية. خطأ في محله، خطأ في محله أكيد. هذا هو الخيار اللي كان بقى عند فريق المغرب الرياضي الفاسي.
مباراة كبيرة اليوم. مباراة كبيرة بما تحمل كلمة معنى. برافو لزيلكو شباب الحسيمي، عرفوا كيفاش رجعوا في المقابلة بكونفيزون شوية جو كوليكتيف، وهو زيلكو اللعابة اللي كانوا كيديروا جو انديفيديال خرجهم واحد الوقيتة داك الشيء باش رجع. عكس ما وقع عند المغرب الفاسي. باقي الماتش ما انتهاش، راه 21 نقولوا كاع 22 سكوند غير دو بوا، واخا يسجل هادي راه باقي الحظوظ عند المغرب الفاسي اكيد، ولكن خاص ثلاثيه، خاص طومور، وخاص طومور دابا طومور وتربح المسافه، وخاص ثلاثيه اكيد ثلاثيه. اذا الان كتصبح غير ثنائيه كافيه. يشاهدون محاوله من جانب فريق المغرب الرياضي الفاسي، حراس فرصة، حجيرة 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 حجيرة، أو كرة ممتازة تمشي لفريق المغرب الرياضي الفاسي. أوي أوي أوي، كاين خطأ كاين خطأ كاين خطأ، جدارو الماس ضيعوا لقطة كانت مهمة، ضيعوا التعادل كان مهم، كنا نمشيو لإكسترا تايم يعني نصفق لهذا الأداء سي محمد، لأن برافو الفريقين معا، برافو الفريقين معا. شوف شوف شوف، ما بغاتش للمص، ونسبة يعني يحصل على مخالفة. شاهد معايا حجيرة كانت قريبة قريبة قريبة. مباراة كبيرة صراحة، خمسة ديال الثواني خمسة ديال الأخطاء عند سبع أجزاء من المئة، 64 مقابل 62، ولقاء أكيد أنه كبير وكبير جدا، لقاء أنه مثير بين الطرفين معا. سي محمد القاعة الأكيد أنه ما فهمت كيفاش مدرب المغرب الفاسي ما كانش عنده الطمور في الأخر. خمسة ديال الثواني سبعة ديال الأجزاء من المئة، خمسة ديال الثواني سبعة ديال الأجزاء من المئة، 62 مقابل 64، شباب الريف الحسيمي متقدم بفارق نقطتين، ومباراة ممتعة صراحة. سي محمد لا شفنا بعدا، قلت لك شفنا بعدا شويه سيسبان، شفنا ان ايكيليبر، واخا كان شويه بعض الاحيان بوكو بليس دو بيرت دو بار كي سون دو جو انديفيدويل لي بليس ني مو. نقدر نمشي ايضا نعطيك موطا اخر، هو ان سكورين كان ضعيف مقارنه بمباريات اللي كنا نبغيوها ان تكون احسن وافضل. لا سكور دو 62 64 ما كتلقاش داك 15 بوان 20 بوان، راه سي ان بون ماتش، سي ان بون ماتش، ما نسمش راه كاين الدفاع فهمتي، يا بي الكوتي ديفونسيف، شوف الاخطاء اللي فوت اللي كاينين. خمسة على عين. مشاهدينا الكرام وصلنا لحظة الحاسمة وتسجيل هذه النقطة قد يصعب الأمور، هو كل شيء ممكن أكيد، ولكن غادي نتابعوا كريم نسبة يسجل ثلاث نقاط كفارق الان، صافي تسجيل هذه النقطه، الى سجل النقطه صافي كتعني نهايه المقابله. كريم نسبة عنده ويسجل، انتهت المواجهه، 66 نقطه لفريق شباب الريف الحسيمي، لانه خمسه ثواني سبعه ديال الاجزاء من المئه المتبقيه. ف عاد غير طومور دابا 5 سكوند كان يطلب طومور ملي كانت عنده 18 سكوند ولا 20 سكوند. خمسة ديال المغرب الفاسي، خمسة ديال الثواني وسبعة ديال الأجزاء من المئة غير كافية. عندك 4 بوان، وعندك 4 بوان، صعيبة صعيبة. إذا غادي تغير الترتيب الخاص بالمنافسات. شباب الريف الحسيمي شحال غتصبح عنده من نقطة؟ وفريق المغرب الرياضي الفاسي شحال غتصبح عندهم نقطة؟ لا دابا يمكن ما نحسبوش النقاط، لأنه كاين ديزيكيليب في العدد ديال المقابلات اللي يمكن نقولوا هو سبب الريف الحسيمي من خمسة المباريات، خمسة مقابلات خمسة ديال الانتصارات 100% التعامل إيجابي. والمغرب الفاسي غيكون عنده سبعة ديال المقابلات، انتصر في أربعة ونهزم في ثلاثة. مقابلة أكيد أنها شيقة استمتعنا بها مشاهدينا الكرام. اليوم يوم حسيمة، يعني لا لمسوا السيدات ولا لمسوا الرجال، يعني سي محمد يعني سيدات شباب الريف الحسيمي تفوقوا على الكوديم، والرجال تفوقوا على 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 المغرب الفاسي والجارين المكناس وفاس. محاولة جميلة، كرة عن كريم نسبة وتنتهي هذه المباراة. هنيئا لفريق شباب الريف الحسيمي الذي تمكن من الانتصار. طبعا